الدار غالي وسكن من اختمار الحلم يجي النهار يقعد غريب الدار لأهلي وسكن من إيه الشجن وأصفى ضحكة تتوه في بحار الدموع ليه يا زمان ما سبتناش أبرياء واخدنا ليه في طريق ما منوش رجوع عكسهم يفجر السخرية وأصفى ضحكة تتوه في بحار الدموع تعمل ايه هنا؟ ايه ده انتوا ماشيين ورايا ولا ايه؟ انت اللي ماشيه قدامنا يا هاني. اسكت يا غبي. تعمل ايه هنا يا بت؟ انتوا ماشيين ورايا ليه اصلا؟ جايين نشوف المحاضره يا سنيوري والدكتور راح فين؟ راح يجيب لك شيشه؟ يلا يلا قدامي يلا. طب بصي لي. نورتي مكتبك يا هانم. ميرسي يا استاذ جلال، بس انا حاسه بستريس رهيب، يعني مخطوفة كده وقلبي بيدق. الموقف غريب قوي بالنسبة لي. ولا غريب ولا أي حاجة. الكرسي ده سبق وقعد عليه علي البدري الله يرحمه، أخوكي، وقبل منه سليم باشا البدري. يعني مش هتقعدي في مكان حد غريب أبدا. هو ده اللي مخوفني ورعدني زيادة. لا ما تخافيش، أنا هكون معاكي على طول. وكمان الأستاذ أمير. لا أمير إيه، أنا عن نفسي محدش يقدر يعتمد عليا في أي حاجة دلوقتي. أنا محتاج أتعلم من حضرتك حاجات كتير قوي. وأنا تحت أمرك يا ابني. اتفضلي بقى. ربنا يستر. بصراحة بقى أنا عارف إن هو خد درس عمره ما هينساه، لسه كمان رد فعل الحكومة. كفاية إنه فقد مصداقيته مع الناس، دي أهم حاجة عندي. واللي عرفته كمان إن الداخلية هتقضيه وترفع عليها قضية بنشر أخبار كاذبة ضد الأمن القومي، يعني خلص. صحيح، هما خدوا طريق القانون وأنا أأيد ده. دي ماما. ألو. أيوة يا ماما. ده كان يوم أسود يوم ما بقيت وزيرة يا زهرة. دي بنت ده فرقة هطقم الوحدة، زهقانة، وبنتك مش معبراني وسايباني لوحدي. طب أعمل إيه دلوقتي؟
يوه، وانا كل ما اكلمك تقولي لي مشغوله ومش فاضيه، مشغوله ومش فاضيه. طب يا اختي روحي، مع السلامه. طب انا هفرقع دلوقتي، اكلم مين؟ اكلم مين بقى؟ ده انا معظم اللي بعرفهم ماتوا. طيب اكلم حلم خليل. طب بس انا هقول له ايه ولا هنتكلم في ايه مع بعض؟ ممكن اكلم قمر. طب ليه لا؟ والله قمر السماح، ليه لا؟ أمر 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 أم أوكي أمر السماح. ألو، أهلا يا أمر، إزيك يا حبيبتي؟ أنت يا بنت ما بتسأليش عليا ليه؟ مش مفروض برضو أنا حماتك؟ المفروض برضو تيجي تشوفيني إذا كنت محتاجة حاجة ولا لأ؟ أنت عارفة دلوقتي إن بنتي بقت وزيرة وبتحكم البلد. أنت وراكي إيه دلوقتي؟ قومي تعالي يلا. والله يا حبيبتي ده أنا أجيلك على عيني. بس المشكلة إن فاتن وشركتها الست فتحية جايلي كمان شوية. الست فتحية هفكرك بيها. فاكرة عمو سليمان غانم في أواخر أيامه اتجوز الست فتحية وخلف منها مجدي. ايوه هي دي، هي دي. طب هاتيها وتعالي. والله طب ايه المشكله؟ بالعكس ده انا نفسي اشوف بقى شكلها ايه دلوقتي. اوكي قولي لهم نازك هانم السلحدار عزماكم كلكم على هايتي، وطبعا اكيد هم هينبسطوا ان انا عزماهم في بيتي وبيت بنتي الوزيره زهره هانم غانم. ما اقدرش عندي، انا لسه جايه هقول لهم رايحه فين. هو في حد عندك؟ لا بس انا عندي هقول لها ايه يعني؟ مش اديتك الحبوب؟ حطيها في كوبايه الشاي والعصير، هتلاقيها نامت في 5 دقايق. لا 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 انا خايف مش هقدر اعمل كده. لا تقدري، انا جبت لك النهارده شغل عالي قوي يستاهل دماغك. انت بس اعملي اللي قلتلك عليه. خلصي نفسك وجاوبي عمك، كنت رايحه فين؟ طب يسيب شعري لأمي. انا ليه اقف على وش الدنيا؟ ما حدش يزيد عليا. اهدى اهدى يا مجدي، ايه اللي انت بتعمله ده يا ولد؟ سيب شعري. لا يا خالتي مش عارف الاول هاني عملت ايه؟ مصممه تحط راسي في الطين. اخرس اخرس يا قليل الربايه الا الصفاء، اوعى سيبها. انا كده كده كلمت ابوها وزمانه جاي دلوقتي، يمين شمال هترجع البلد النهارده. في موبايل توبة مقفول على طول ليه؟ ممكن اخد من وقت دقيقتين؟ طبعا يا استاذ. طب معلش بعد اذنك شويه. شكرا يا استاذ. اتفضل. اتفضلي يا ستي. بخير. انا عندي ليكي مفاجأة. ايه؟
قررت امضيكي على عقد 6 سنين بثلاث افلام وانت البطله. ويا ستي المبلغ كبير قوي. بجد؟ طبعا بتكلم بجد. بس انا لسه ما خلصتش الفيلم. ولا انت شفت ناس حبوني ولا لا؟ انا متاكد انك هتكسري الدنيا. مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه غير انك موافقه. بس خدي بالك انك هتشتغلي معايا انا وعباس وبس. ومين قال اني عايزه اشتغل مع حد غيرك؟ ده علشان انا مخرج كويس وبس. يعني ما ردتيش. ايوه طبعا عشان انت مخرج كبير و يعني. طيب هل لديك اقوال اخرى؟ عندك اقوال تانية؟ في حاجه تانية عايزه اقولها بس مش هقولها لك دلوقتي. احنا ما عندناش مانع ان احنا نتعاون معاك وعزم بيه. بالعكس احنا اي حاجة تنفع البلد دي هتلاقينا معاه وبنسندها. ايوه بس انا حاسس ان انتم مش متحمسين لفكرة التغيير الشامل. واللي يخلينا نتحمس لفكرة اساسا احنا عارفين انها مستحيلة. الحقيقة احنا شايفين انكم بتضيعوا وقتكم وبتضيعوا فلوسكم. الحل الوحيد في الحكايه دي ان شرفاء هذا الوطن يتعاونوا معانا عشان نعمل مشاركه فعاله في الحكم. هو ده اللي هيفيد البلد دي وهيحقق مصلحتها. طيب وليه ما يبقاش انت اللي بتعمل؟ الغرب وامريكا يهمهم وجود ديمقراطيات جديده في الشرق الاوسط واحنا بندعم الديمقراطيات دي. ليه بقى ما يبقاش ليكم فيها دور؟ احنا عاوزين مصلحة البلد مش عاوزين نحكم. انتوا خايفين؟ احنا معنا الله واللي مع الله عمره ما يخاف. انا مش عارف ليه كل ما واحد فيكم الاقيه بيقدم رجل واخر رجل بحجة ان النظام بيقهركم. انتوا عايزين توصلوا من غير ما تتعبوا. لا اوعى تقول كده. احنا اكتر ناس تعبنا في البلد دي. احنا احتملنا المعتقلات والسجون والظلم ما زلنا بنعاني لغاية دلوقتي. مسألة ما فيها إن احنا عندنا خبرة ورؤية مستقبلية مش موجودة عند غيرنا. هي دي الحكاية. هاي أخيرا افتكرتيني وجيتي. كان عندي مذاكرة قلت أخلص وأجي أقعد معاكي يا نزكتي. وعملت لك عصير برتقال فريش تحفة. مش عايز ما بحبوش بيعمل لي حموضه. حموضه ايه يا انا ما انا لسه شاربه ده تحفه شوي. فيديو فاصله تحت هنا. يا خبر ابيض ده انا نسيت دي اكيد قمر. ينفع كده يا ست قمر؟ ها ساعه الا ربع مستنيين الهانم تنزل. معقوله؟ لا لا مش ممكن مش معقول ابدا. لا انا مش قليله. لا انا هقوم امشي. لا تقومي ايه انت بتعملي ايه ست فتحيه؟ ابوس ايدك ما تحرجنيش قدام نازك هانم. معلش يا ست فتحيه عشان خاطر انا اصبري شويه اصل الست دي صعبانه عليا جدا. بونجور. اهلا 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 يا اهلا يا نازك هانم. هي دي فتحيه؟ ايوه يا اختي ان شاء الله فتحي. وانت ازيك كده وازاي صحتك؟ ايه ده؟ ايه دي مش ده؟ انا دكتوره فاتن بنت ست حمديه حضرتك فاكراها؟ حمديه؟ ايه هي اخبارها ايه؟ عايشه ولا ماتت؟ لا عايشه بس تعبانه شويه في المستشفى بقالها حبه. لا كبرت وعجزت قوي. سيبنا لك انت يا اختي الشباب كله. انا مش عارفه ليه عايزه اضحك. اصلي بصراحه كده شكلكم يضحك.
لا انا بقول لك ايه بقى، انا مش جايلك عشان تتهزي وتتمسخري علينا، انا جيت لما ست قمر قعدت تتحايل عليا والدكتوره فاتن انت صعبتش عليها عشان كده جينا. لكن لا 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 خلاص خلاص يا ست فتحيه، علشان خاطري انا، عشان خاطري انا. انت شايفه طريقتها معايا عامله ازاي؟ انا جيت جنبك يا ست يا مجنونه انت. طب انا عزمك هنا في بيتي، في بيت بنتي الوزيره، عشان تشربي وتاكلي تقومي تكلميني بالشكل ده؟ خلاص بقى يا طنط. طنط لما ينططوكي انت كمان. ايه ده ايه ده ايه ده، في ايه؟ انتوا مالكوا عاملين كده زي العصابه اللي دخلت عليا؟ هو انا غلطانه عشان بتواضع معاكوا؟ يلا قومي يا فاتن قومي، لو الست قمر عايزه تقعد تقعد هي، انا مش قادره. يلا يا اختي يلا. فتحية فتحية اقعد يا حبيبتي اقعد، بليز بليز اقعد يا حبيبتي، انا سامحيني بليز انا غلطان. يلا بينا كده نقعد قعدة بنات حلوين. ما كان من الاول يا طن يا نازي جانم. خلاص بقى يا ست فتحية، عاوزين بقى يا جماعة نفتح صفحة جديدة. اوكي ماشي ماشي، ما نشوف اخرتها ايه. يمين بالله ان ما كنت هتبعد عن البنت وتسيبها في حال ايه، لاكون واخدها وماشي. ابعدي عن طريق يما، انا لازم اقررها. جرى ايه يا زاهي؟ انت مش عامل لي حساب ولا ايه ولا؟ طيب يمين بالله ما هيهدني بال الا لما تبات في ميت الغنم اللي لادي. لا لا يا ابو ميت الغنم، لا انا عندي دراسه. ابعدي يما. ذاكر. حاضر حاضر حاضر، هجيلكوا على طول. لا انا في الطريق، انا كنت مروحه بس كده بقى هعدي عليكم انتوا الاول. ماشي يلا على طول. سلام. يعني ايه يا زهر عايز ترجع صفاء ميت الغنم؟ وايه عايز تمد ايدك عليها وعميجي تقعد تحجز بينكم؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ يوه ماليش كلمه في بيتي. يعني قلت هترجع ميت الغنم يعني هترجع ميت الغنم؟ وانا قلت مش هيحصل يا زهر، البنت لازم تكمل تعليمها. شوف يا زهره يا بنتي، انا الدار دي ما بقتش عايزه اقعد فيه، انت تشوفي لي حته اقعد فيها اني وصفاء، انما هنا اني مش قاعد. ايه الكلام ده ياما؟ انت عايزه تحملي داري وتعيشي في حته تانية؟ خلاص انت تيجي تعيشي معايا عمتي انت وصفاء. يا سلام، وعايزه تقعدي الحاجه وصيفه مع نازك السلحدار؟ مالكش دعوه انت يا زاهر، انا عارفه انا بقول ايه، وانا من زمان وانا نفسي عمتي وصيفه تيجي تعيش معايا. يعني هتسيبوا لنا الدار من غير ست تراعيني؟ عشان تعرفوا قيمتها، وطالما انت بقى تعديت حدودك وكسرت كلامها يبقى تقعد من غيرها. والبنت صفاء كمان امها موصياني عليها قبل ما تموت، وانت واولادك واخوك عاملين عليها رباطيه، يعني انا لازم اتدخل، وفي الاخر كلامي هيمشي على الكل يا زاهر. يلا يا عمتي قومي حضري حاجتك انت وصفاء، يلا هتيجوا معايا على الفيلا. يلا يا زهر. والله انا سعيده بالقعده دي جدا معاكم يا بنات، ويا ريت يا ريت نكررها تاني مره تانيه. اكيد اكيد يا اختي، بس المره الجايه بقى تبقى تكملي لنا حكايه اول يوم جوازك من العمده سليمان غانم. بس بشرط تقولي لي انتي ازاي قدرتي انتي يا بتاع انتي توقعي الباشا سليمان غانم. طب خلينا بقى نمشي لحسن عادل زمان وروح. امال انا اعمل ايه لو الشيخ محمد وصل قبلي؟ هيطين عيشتي والله، نبات فيها. يلا امشي امشي، يلا يلا يلا، باي باي، مع السلامه. يلا مع السلامه. يلا مش عايزه حاجه. يلا مع السلامه. يلا امشي. حبيبتي افتح الباب، الفيلم شديد اصلا. حاضر. ديدي في انتوا عايزيني؟ معانا اذن بالقبض عليك. يلا 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 في فاهم تبعات تصرفك ده ايه؟ مش عايز كلام كتير، من فضلك يلا. انا مش هسكت، انا هقلب الدنيا،
انا صفوت سلطان. انتوا عايزين ايه؟ ما تخافش يا صفوت، هكلم بابا وهو هيتكلم. في ايدك وزع. انا صفوت سلطان. انتوا عايزين ايه؟ كويسه. ايوه انا كويسه، بس انا شايفه حرامي ولا عفريت لابس جلابيه سودا. مالك يا نزار؟ ايه شفت ملاك الموت؟ ملاك الموت لما يشيلك. هو انت ايه اللي جاب الوليه دي هنا؟ انا نسيت اقول لك يا ماما ان عمتي وصيفه هي وصفاء بنت اخويا زهر هيعيشوا معانا هنا. انت بتقولي ايه؟ وصفه مين وصفاء مين اللي هيجوا يعيشوا معايا في بيت واحد هنا؟ انت جننت يا بنت. ماما ما ينفعش كده. بلا ماما بلا بابا بلا زفت. أنا نازك هانم السلحدار، سليلة بيت السلحدار باشا. يجي عليا يوم وأعيش فيه مع البتاع الفلاحة دي بتوعد. مالها الفلاحة دي خطفت الرجالة؟ أنا خطفت رجالة يا وليه مجنونة أنتي؟ ألا هو مين اللي جوز سليمان باشا غانم العمدة وهو متجوز ومخلف؟ آني ولا أنتي يا نزاقة؟ أوعي أسمعك تقولي نزاقة دي مرة تانية من بقك ده. وبعدين سلامونتي كان بيموت فيا. مش وقت سلامونتك ده خالص. انتي تخشي تنامي وبكره الصبح نتفاهم في المواضيع دي. اسمعي بقى يا زهره، اسمعيها مني كلمه واحده. بكره الصبح الوليه دي لو ما مشيش انا هلم هدومي وهروح عند عادل. يا رب امتى بس هكسب قضيه المراس دي عشان استقل بحياتي. نامي دلوقتي وبكره نتكلم في موضوع استقلالك. طيب يا اختي اوكي. بنوي هانم بنوي يا حبيبتي. وانت كمان. ها معلش يا عمتي. تعالي اقعدي. حقك عليا عشان خاطري ما تزعليش. انت عارفاها طول عمرها شعنون. بص يا زهره، انا هلم خلجاتي واروح اقعد عند مجدي، ولا اقول لك أنا هرجع ميت الغانم. أنا عايزة أموت هناك في داري. بعد الشر عليك يا وسفتي، ربنا يديك الصحة وطولة العمر ويخليكي لي. ده أنا محتاجة لك جنبي أبي. ده احنا خلاص ما بقدناش غير بعض بعد كل الناس الحلوين اللي راح. أنت فقدت سليمان غانم راجلك وعشرة عمرك، وأنا فقدت علي البدري اللي خد روحي معاه وسابني لا انا عايشه ولا انا ميته. وامي اديكي شايفاها عقلها ضرب من يوم سليم البدري ما مات. بس هعمل ايه؟ ما هي امي وبرده ملهاش حد غيري. عشان خاطر خليكي معايا واستحمليها اللي تقوله لك. دخليه من هنا وخرجيه من هنا. خلاص بقى اضحكي اضحكي بقى. ربنا يخليكي ليا. احنا مش ملطشه يا صفوت بيه. مش اي عيل صغير تافه بخمسة جنيه يرميلك فيديو مضروب وحضرتك تاخده وتستغله ببرنامجك عشان تشوه جهاز وطني بالشكل ده. انا ما بنكرش ان في سلبيات وفي بعض النماذج المنحرفه زيه زي اي مجال. ايه الغريب في كده؟ انا مش فاهم. هو بسم الله ما شاء الله الصحفيين والاعلاميين كلهم انبياء، المحامين والدكاترة والمهندسين معصومين من الخطأ، لكن أسلوب الإثارة والتسخين والتوقيع بين الجهاز وبين الشعب لا يمكن السكوت عليه. على باشا أنا ما كنتش أقصد فعلا، وبعدين أنا مستعد أطلع وأعتذر. مفيش داعي للتصعيد ده. وأعمل إيه في السادة الضباط اللي سايرين ورافضين أي تهاون معاك؟ أنا مستعد أعمل لهم أي حاجة هم عايزينها. أنا مستعد أعمل برنامج أسبوعي أتكلم فيه عن بطولات رجال الشرطة وتضحياتهم. أنا ممكن كمان أعمل على حسابي يعني أوبريت غنائي ليهم، وده كأنه اعتذار مني. متأسف يا صفوت بيه، اعتذارك مرفوض. خده. تمام يا باشا، اتفضل معايا. يلا. وش معنى فكرت فيه أنا بالذات يا عصمت بيه؟ مع أني ولا صحفي ولا إعلامي ولا لي علاقة تخليني أبقى مسؤول عن جريدة. إزاي يا حلمي بيه؟ دي كفاية علاقاتك يا رجل. علاقات؟ طبعاً،
هو في حد في الدنيا يقدر يرفض طلب لحلمي بيه خليفه؟ الحكايه مش زي ما انت فاهم يا عصمت بيه، ده احنا قلابين. يعني ما تاخذنيش منك طلعت من السلطه، بس لو امتلكت جريده الكل هيتودد لك من جديد. السلطه الرابعه. طب سيبني افكر. اكسلانس الموضوع مش محتاج تفكير. ايه تعالي بس افتكر اتفقنا عليه بجد. طب وريني كده. هو ده هو ده زي ما اتفقنا. لو عرفتي تخلصي لي فيهم هتعملي دماغك فور فري قصاد كل 20 بلايه بلايتين 10% يعني بالظبط. ماشي يلا. وانت كان عليك ايه ده كله يا صفوت؟ انا شكلي خلاص كده رحت في داهيه. وازاي تضحك عليا كده؟ ماشي يا زهر يا سليمان، الدنيا دواره، يوم ليك ويوم عليك. يا ترى هيحصل معايا ايه؟ لو اطلع من هنا والله لامشي جوه الحيط. شاكرها قوي يا استاذ. شفت زي ما قلت لك. لا بجد صوتها متمكن جدا من ادواته وليه طعم وبحه كده مميزه. خلاص يا عم تامر بالراحه لا تتغر علينا. اتغر ايه يا سولي؟ هو انا لسه عملت حاجه؟ اهو شفت ده اعتراف منها انها تتغر بعد ما تعمل حاجه. لا دي تتغر وتتغر. صفاء هيبقى ليها مستقبل كبير، بس افتكر وقول ان تامر معروف قالها في يوم من الايام. بس هي بقى تبقى تفتكرني وتاخد مني الالحان. يا نهار ابيض هو ده طول؟ بصراحه دي شهاده كبيره قوي في حقي يا استاذ تامر. هو انت يا صفاء ليه ما فكرتيش انك تخشي في برنامج مواهب من البرامج اللي هي اكتشاف المواهب؟ لا حقيقي ما فكرتش. انسى يا تامر اهلها شداد قوي. سوني ترى مفيش حاجه تمنعني. قولي طيب حضرتك تقدر تساعدني ان انا اقدم في برنامج من البرامج دي؟ طبعا اقدر اساعدك. انا هكلم الي ديب
ده مسؤول كبير قوي في برنامج صوتك نغم. انا مش هوصي عليك، انت مجرد ما تغني هو هيقبلك فورا، بس اهم حاجه تستعد عشان نسجل الاغنيه دي دلوقتي. والله شكلك هتودينا في داهيه. لن نصمت امام قمع الحريات، لن يهدأ لنا بال حتى يتم الافراج عن الزميل صفوت سلطان. نناشد السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتدخل فورا لانهاء الازمه. وبنستضيف اليوم معنا في الاستوديو الشيخ هشام فاروق. اهلا وسهلا يا شيخ هشام. اهلا وسهلا. ما هو تقييمك لطريقة التعامل مع الزميل صفوت سلطان في حادثة الفيديو الشهير وقرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا شايف أن ده إرهاب فكري وناقوس خطر لكل إعلامي ومثقفي مصر. لن نقبل تتميم الأفواه، وهم بيقولوا أنه هو سرب معلومات تهدد الأمن القومي المصري، وده طبعا كلام مش حقيقي. أنا شايف أن الفيديو ده اتسرب للأستاذ صفوت سلطان علشان خاطر يضربوا بيه صوت إعلامي حر. إحنا كمان نظمنا وقفة احتجاجية ودعونا فيها كل القنوات المصرية والأجنبية وعدد كبير من المنظمات الحقوقية الموجودة في مصر. إحنا مش هنسكت، مش هنسكت. إحنا بنطالب سيادة الرئيس بالتدخل، لازم يكون في حرية صحافة. بلاش إحنا، بلاش إحنا. الشريعة الإسلامية تؤكد على حرية وكرامة الإنسان. الله، ده ربنا ما يرضاش باللي بيحصل ده يا جماعة. صاحبك خلاص بيقول جاي على رأي العمدة سليمان غانم. الله يرحمه. بس مع الأسف جات لي معلومات إنهم ممكن يفرجوا عنه عشان الضغط الإعلامي. يا غانم يفرجوا عنه ما يفرجوش عنه مفيش مشكلة، ده بعد العلقة اللي ختل أخ صفوة السلطان ده لا يمكن هتقوم لقومة وتقرص قرصة. بس تقيلة قوي، بس بصراحة بقى شابو، خد حقك تالت ومتلت. طلع على ابويا. ولاد سليمان غانم يا هاني عمرهم ما بينسوا تراه. الحمد لله على السلامه يا بطل. الله يسلمك. والله كلنا كنا متضايقين عشانك، مش كده برضه يا شيخ هشام؟ طبعا انا قاعد مستنيك من بدري علشان استقبلك واسلم عليك، وفي الحقيقه انا حاسس بتانيب الضمير رغم اني واقسم لك ان انا ماليش اي يد في اللي حصل ده. انا عارف يا شيخ هشام، وانا بشكركم كلكم على وقفتكم معايا. انا عارف مين اللي خطط للملعوب ده وهاخد حقي، بس مش وقته. الحنين
اللي وراه.